الدكتور أحمد العزة، وهو أخصائي جراحة السمنة بالمنظار. أهلا وسهلا فيك اهلين دكتور، فيكي، حياك الله. نورتنا. أهلا هلا وسهلا. بديك نورة. يعني بدي أبدأ بسؤال اللي هو دائما بطرحوه على أنفسهم كثير من الأشخاص اللي بيتابعونا الآن، متى بنلجأ لخيار العلاج، علاج السمنة تحديدا من خلال الجراحة؟ أول شيء برحب أحب بالسادة المشاهدين أهلا وسهلا وبشكركم على فيك. أهلا استضافتكم. وسهلا فيك. علاج السمنة بالتداخل الجراحي نلجأ له إحنا لما في حالتين أساسيات. الحالة الأولى إنه المريض يلتزم بنظام غذائي وحمية نعم. غذائية، زائد إنه يمارس الرياضة لمدة 6 أشهر، وتفشل هذه الطرق بأنها توصل للوزن المثالي. الحالة الثانية إذا كان المريض عنده سمنة مفرطة ومعامل كتلة الجسم أكثر من 35، وهذا الحكي عامل له أخطار على صحته، مشاكل بالغدد، نعم. مشاكل بالتنفس، مشاكل بالرئتين، بالقلب. هون بنلجأ للتداخل الجراحي لإجراء عمليات التكميم أو عمليات إنزال الوزن. تمام. يعني أي شخص ممكن نحكي الآن بتابعنا بيعاني من زيادة وزن وفشلت معه كل المحاولات، بقدر يروح ويتخذ هذا الإجراء. نعم. أنا سؤالي هون بهاي النقطة تحديدا، إنه إحنا الآن عم نشوفها بشكل جدا كبير، يعني صارت حتى أوزان بتحس إنها مو كتير كبيرة، يعني ممكن إنه لو اتبع نظام غذائي معين إنه فعلا يعني يلجأ لخيار إنه إشي طبيعي من غير أبدا عملية جراحية وينزل فعلا وزنه. بس أنا صرت عم بشوفها الإجراء الأسهل صارت لكثير من الناس. أنت بتتفق مع هذا الحكي؟ ويعني أكيد أنت بتمر عليك كثير حالات نعم، بيجوك أشخاص. خليني أحكي لك القصة. الفكرة إنه زمان كانوا يعتبروا كتلة الجسم 35 وأكثر تعتبر سمنة والمريض بحاجة لتدخل جراحي. ولكن طبعا كيف نحسب كتلة الجسم؟ كتلة الجسم عبارة عن وزن المريض تقسيم طوله بالأمتار مربع، يعني مثلا مريض وزنه 100 تمام. وطوله متر وسبعين، متر وسبعين 1.7، فبتضرب 1.7 ضرب 1.7 وبتقسم 100 على الناتج. إذا طلعت هذا الرقم أكثر من 35 يعتبر المريض عنده سمنة. سمنة بحاجة لتداخل جراحي. نظرا لانشغالات الناس وطبيعة حياتهم اللي بطلت في تايم إنه الواحد يقدر يمارس الرياضة، أو بسبب شغله الواحد بياكل فاست فود، لقوا انه الرقم هذا صار كبير فقدروا ينزلوه لغايه 32، فصارت كتله الجسم 32 تستدعي تداخل جراحي. هلا الناس بتستسهل لان الناس ما عندها جلد انها تظلها مستمره. كل الاشياء هاي اللي هي الدايت، الرياضه، اتباع الحميه، كل هذه بدها ممارسه مستمره، بده يصير لايف ستايل، هذا النظام اللي بدك تمشي عليه مدى الحياه. ما في ناس قادرة انها تظلها مستمرة، فبدها حاجة تجبرها صح انها تنزل وزنها، وبالتالي بتلجأ لعمليات السمنة. بغريات بتخيل قدامنا صارت نعم كثيرة. كثير. نعم. طيب دكتور، يعني احنا بنسمع دائما انه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكثير بنسمع ايضا من اطباء بانه خيارات عمليات جراحة السمنة عديدة، يعني مختلفة ومنوعة. نعم. شو هي انواعها؟ وخلينا نحكي عن كل واحدة، مين الشخص اللي بيحتاج هذه العملية؟ اوكي. التداخل الجراحي يعني خليني احكي لك في 3 عمليات رئيسيه لانزال الوزن عن طريقها. الحاله الاولى او العمليه الاولى هي الباند او الحلقه، نعم، وهذه كانت من اول العمليات اللي كانت تجرى بالاردن. بعدين طورنا وصرنا نعمل الجاستريك سليف او اللي هي ربط المعده او تكميم المعده، واخيرا صارت عمليه انزال الوزن عن طريق تحويل المسار. كل العمليات هاي بتعتمد على عاملين رئيسيين، اما تخفيف او تقليل الكباسيتي تاعت الاستومك، والحين راح نشوف على الصور، او تخفيف الابزوربشن او الامتصاص للمواد اللي بياخذها الشخص او بياكلها. تمام. فاما انت بتقلل حجم المعده وبالتالي كميه الاكل اللي بتدخل المعده حتكون اقل. خلينا نفتح الصوره رقم 1. ايوه هذه هي. تمام. بالصوره رقم 1 هذه صوره للمريء فوق. طبعا. وبعدين من المريء بينزل ويوصل للمعدة، الفندس هو بداية المعدة، بعدين البودي اللي هو جسم المعدة، الأنتروم والبايلوراس، ومنهم بنروح على الـ12. هذا شكل المعدة الطبيعي. انت تخيلي قديش حجم المعدة هون، بتتسع احيانا ل 300 مل و 400 مل و 500 مل. في ناس بتاكل كميات كبيرة رز، خبز، فالمعدة لما تكون جود ريزرفوار يعني بتاخذ كمية كبيرة، عمليات تقليص حجم المعدة بتخلي المريض ياكل أقل وبالتالي
بينزل وزنه. بالضبط، يعني المساحة اللي بتصير متاحة في المعدة نعم قليلة نعم جدا. فالمريض بدل ما ياكل كان 20 لقمة بصير ياكل لقمتين، وبالتالي راح ينزل وزنه. هلا أني عملية بتفيد أشخاص وأني بتفيد أشخاص ثانية. لو قلنا الأدجستبل باند اللي هي الحلقة، هي كانت زمان هي البوبيرا، ولكن الحين استغنى عنها لأنه لها مشاكل، نعم، لكن ممكن نستخدمها كستب أو زي اللي عم كبايبة. تتابعها على هذه الشاشة. الحلقة، نعم، هذه عبارة عن أنبوب أو حلقة من السيليكون تنحط على رأس المعدة على بداية فوهة المعدة مع المريء، وبيكون موجود لها زي فالف موجود تحت الجلد. هاي كل فترة بتحقنها أنت بكمية محددة تحت الجلد، هي موجودة أنت بتحقن هاي، فبتنفخ البالون أو الحلقة اللي موجودة حوالين المعدة، فبالتالي بتصغر كمية الأكل اللي بده يدخل اللي بده للمعدة. يدخل للمعدة. أنت تمام، هون لأنه ما واضح من صغرت الصورة المعدة، صراحة. نعم أنت ما صغرت المعدة هون، ولا لعبت بالأناتومي اللي خلقه ربنا سبحانه تمام، وتعالى، بالضبط، ولكن يعني ما في استئصال أبدا. أبدا هون أنت بتخلي المريض بدل ما يدخل كميات كبيرة، هو بصير ما يقدر يدخل إلا كميات صغيرة على فترات متباعدة، تمام. وبالتالي كأنه بطل يأكل كتير. ممتاز. الأبزوربشن راح يضله موجود، ما راح يتغير أي شيء، بس ولكن بتخيل نتائجها على المدى البعيد، انه مو ممكن يرجع ياكل طبيعي بعد ما ممتاز. يشيلها، صح؟ هلا هذه راح يشيلها المريض، فممكن يرجع يسمن. ممكن يرجع يسمن. مشكلتها انها بدها ادجستمنت، يعني بده يضل المريض يتبع عند الدكتور عشان يضل يحقن له فيها، لانه احيانا زي ما بنعرف كلنا انه العضله المعده عباره عن عضله، تمام. والعضله هاي مع الانقباضات والانبساط ممكن تتحرك او ترخي الباند. تمام، قديش المدة اللي بتضل محطوطة فيها دكتور؟ هذه ممكن تضلها موجوده مدى الحياه. يعني تمام. ممكن المريض يضل متعايش معها الا اذا صار في كومبليكيشن او مضاعفات، انا ساعتها تمام بدنا نضطر نشيلها. تمام طيب في عمليات تانية ولا هون نعم، خلصنا نكون العمليه احنا؟ رقم 2 هذه عمليه التكميم او عمليه قص المعده. هذه فيها استئصال للمعدة. نعم، هلا زي ما انت شايف الصوره، شايف الخطوط البيضاء السوداء هاي اللي موجوده بالنص، تمام. هاي معده، تخيلي كيف كانت كبيره. اوكي الحين احنا جلنا الجزء هذا اللي مكتوب عليه ريموفد بورشن اوف ذا ستومك، هذا اوكي كله راح ينزال، وبالتالي راح يضل الجزء هذاك من المعده. وهذا الجزء كافي لتمديد الأكل، يعني يعطي الطاقة للجسم. ممتاز. هلا عاده هاي زي ما حكينا اول شيء انه المعده عباره عن عضله، نعم. فممكن تتمدد، أها فعشان هيك يعني ممكن تلاحظي انه بعد 4 سنين او 5 سنين المعده هاي اللي ظلت موجوده كبرت شوي صغيره عن بترجع الحجم لوضعها كذا. الطبيعي؟ هل هذا بسوء استخدام المريض ممكن لتعامله إنها مع ترجع. الاكل؟ نعم، أها ممكن ترجع ممكن تتمدد. ترجع، وبالتالي في ناس بعد 5 سنوات بتلاقيهم رجعوا لوزنهم الطبيعي اللي كانوا قبل العمليه. ليش؟ لانه ما التزم بالتعليمات، صار يطنش متابعاته عند الدكتور، وبالتالي رجع لوضعه الطبيعي. هذه تمام. هي صوره ثانيه للجاستريك سليف، تخيل قديش حجم المعده بالناحيه الشمال، تخيلي على اليمين كيف صارت. انت بتقص حوالي 70 الى 80% من المعده. طبعا الجزء العلوي من فوق من المعده بيحتوي على مكان الشعور بالجوع، تمام، فانت بيتم اذا استئصاله هاد. بتشيل، نعم، فانت المريض حتى كمان بيفقد مش بس حجم المعده، وبرضه بيفقد الريسبتورز المسؤوله عن الاحساس بالجوع. تمام، سؤال بهذا النوع من العمليات بالذات، كثير بنشوف اشخاص حوالينا عملوها كونها دارجه كثير هذه الفتره، بس بتحس انه اشكالهم كثير بتتغير، يعني بصير نسبه نزولهم كثير عاليه بالوزن، يعني حتى بتحس انه ممكن خطا من قبل المريض مثلا، يعني حتى طبيعه جسمهم بتحس انه انت بتحكي انه ليه هو كان عمل هيك، مو مضطر، يعني التعبير الاصح دكتور عشان اوصل المعلومه، بتحس انهم هم مريضين مش فهمت نزلوا عليك. وزنهم. نعم، هلا دائما نزول الوزن لازم يكون ضمن خطة علاجية أنت نعم. محددها، ما بصير المريض ينزل أسرع من هيك، وما بصير ينزل أبطأ من هيك، يعني أنت تمام. بهمك النزول يكون متوازن لسببين، أولا عشان المريض ما يصير كتلته الجسمية والعضلية ضعيفة، وبالتالي يبين عليه زي ما حكيت أنت مريض. بالضبط، يعني رقم 2 أنه المريض لازم يمارس الرياضة عشان حتى وهو بينزل وزن جسمه يشد، وبالتالي ببين مش متراحل، فما ببين انه مريض. بالضبط. هلا في ناس اول ما يعمل عمليه التكميم بيقول لك فرصه، بما اني ممنوع اكل ببطل يلتزم كمان بالتعليمات تاعتنا بكميه الغذاء، بيقول لك بدي انزل اكثر، بدي انزل اسرع، انه هو ما عم انا بحس عندي بالجوع ضرب. اصلا. نعم، فبقول لك بدي انزل بدل 20 كيلو كل شهر مثلا او كل شهرين بدي انزل 40 كيلو. فاحنا بنكون معطينه خطه علاجيه كيف بده ياكل، طبيعه الاكل، نوعيته،
ما بيلتزم بهاي التعليمات، فبالتالي بصير عنده نقص بالمعادن، وهذا الحكي بيخليه يبين انه لوك سيك، يعني يبين انه تعبان. من انه مريض. نعم. صح. فعدم ممارسة الرياضة وعدم اهتمام بالبرنامج الغذائي اللي بنعطيه للمريض، هدول السببين بخليك تشوف المريض تقول يا ريته ما عمل العملية. بالضبط. كثير من شكله الناس انه مسكين يعني تعبان، حرام ليه يمكن كمل عنده بحاله. مرض، لا قدر الله عنده صح. سرطان شيء، ليش هيك تعبان؟ خصوصا اذا ما عرفتي انه هو عامل عملية، اول ما تشوفيه شكلك مريض، بعدين هو بيقول لك انه انا والله عامل العملية، صح. هو بيكون لا التزم بالرياضة ولا اهتم بطبيعة غذائه والكميات اللي انت بتقول له عنها. تمام. هلا دكتور، كثير كمان بنسمع انه هذا النوع من العمليات بانه 40 يوم المريض بيضل بس على السوائل، فشيء طبيعي يعني جسم اذا كانت فعلا هذه الكميه صحيحه انه ينزل نزول حاد. السؤال الاهم هون، المعادن الفيتامينات الموجوده بالجسم ما بتتاثر بهاي العمليات؟ هلا في معادن كتير مهمة وراح تنزل في كل عمليات الجراحية لإنزال الوزن، راح تنزل هاي المعادن، تمام. أهمها فيتامين B12، الكالسيوم، الأيرون اللي هو الحديد، حتى الكوبر والزنك، هدول بينزلوا عادة، بس دائما الجسم بيكون عنده احتياطي داخله أول فترة، فأول أنت شهر إلى شهرين عادة ما بنعطي مريض فيتامينز، تمام. لانه الجسم اصلا عنده كفايته بالاصل قبل اجراء التدخل الجراحي، واحنا احيانا نطلب للمريض نشوف الليفلز هذول قبل العمليه، يعني نشوف له B12، الكالسيوم، الزنك قديش بجسمه، تمام. اذا لقيت النورمال ليفل او النورمال فاليو موجوده عنده ما بتعطيه الفيتامينز مباشره، لكن احيانا بتلاقيه على اللور ليميت، فيا بتعطيه قبل العمليه يا بعد العمليه بتقول هذا ما بدي اعطيه اسبوع او شهر او شهرين، بعطيهم بدري شوي صغيره، على 4 اسابيع ممكن ابلش اعطيه السبلمنتيشن. تمام. بتخيل ضل بس نوع ضل واحد نوع اللي ثاني. هو نعم تحويل المسار. صح. ايوه نعم. تحويل المسار، هذه هلا عملية تحويل هذه المسار. واحده من انواع، هلا تحويل المسار في له عمليتين كبار، واحده منهم اسمها الروان واي لاباروسكوبيك باي باس، وفي عندك الميني باي باس. اوكي. نشوف الصوره اللي بعدها. تمام. هلا هاي الصورة بتحكي لك عن الكلاسيكال باي باس اللي هو تحويل المسار، المريء موجود فوق وبعدين المعدة بتيجي، فاحنا فاصلين هون، شايف الخط بين فاصلين المعدة احنا وبعدين موصلين جزء من بصراحة أنا الأمعاء مش فاهمة بالمريء. دكتور يعني اوكي. بالضبط كيف هلا إجراء هاي العملية بكون؟ هلا فوق فوق مكتوب الأسوفيجس. تمام. المفروض الأسوفيجس راح ينزل اللي هو المريء، راح ينزل يتوصل بالمعدة، هذا بوسط زي ما المعدة. خلقه ربنا بأعلى المعدة، اوكي. وبعدين راح ينزل، راح يمشي هيك، راح ينزل وين كلمة البايلورس، هيك تمام. الأكل بينزل بعدين على الديودنم، هذا الوضع الطبيعي لمشي الأكل. لما بنعمل إحنا تحويل المسار، شايفة هذا اللي مكتوب عليه بروكسيمال باوتش اوف ذا ستومك، اوكي. هذا جزء صغير من الاستومك بنقص هون، فبتصير المعدة بطلت متصلة بالمريء، وبناخد شايفة الشورت انتستاينال روكس ليمب، اوكي. هذا جزء من الامعاء المفروض انه مش فوق، احنا بناخده بنوصله بالمريء، فبصير الاكل ينزل من المريء الى الامعاء الدقيقه، مش بينزل بالمعده ولا بيروح على الاثنى عشر هيك. طب شو الفايدة بتصير؟ ايش كيف بصير نزول الوزن؟ ممتاز. هلا هاي بتلعب دورين، اولا احنا تجنبنا المعده، فبطل في عندنا حجم او ريزرفوار اللي يحتاج يدخل كميه اكل كبيره. تمام. واحد. رقم اثنين، راح يصير في عندك مشكله بالابزوربشن، يعني امتصاص الاكل اللي ما في بتاخده امتصاص. راح يصير راح يصير اقل، يعني كأنه ما بياكل. وكأن المريض يعني مش ما بياكل، بس يعني الكميات اللي كان ياكلها وترفع له الكالوري وترفع له الفيتامينز كان صارت تقل، تمام. هذا فبالتالي هاي توضيح بتخيل اكثر. نعم هي نفس الصوره، هاي هي الكلاسيكال باي باس. طب يعني بتخيل هذه العمليه دقيقه اكثر من التكميم، صح؟ اللي هو نعم الفص. هذه عمليه اصعب. نعم اصعب. واطول، وراح يحتاج المريض مدى الحياه مدعمات وفيتامينز. يعني نعم. ليش انه يمكن شو لانه السبب؟ ما في ابزوربشن، يعني احنا عاده في اشياء كثير بتمتص في المعده ويتم امتصها بالاول جزء من الاثنى عشر، منهم الكالسيوم ومنهم الايرون الحديد، لما احنا نتعدى هاي المنطقه عن طريق الاكل ما راح يصير لهم امتصاص، وبالتالي راح يحتاج المريض ياخذهم من برا. طب مين الافضل يعتبر دكتور، هي ولا القص يعني؟ حلو. هلا دائما انت بتقيم بناء على المريض مش بناء على اهوائك او اهواء المريض، يعني كل المرضى الصغار بالسن واللي عندهم سكر مثلا الباي باس بتنفعهم اكثر. تمام. عمليه تحويل المسار كثير كويس للناس اللي واللي معهم بحبوا سكر السكر ومعهم سكر، بتخيل. صح. او السويت ايتر. هلا في حاجه مهمه انت بتقولي انه
يعني المرضى ليش ما بيستجيبوش، ليش ناس ما بتحسنوا. طبيعة الغذاء كتير بيفرق معنا، حتى لو انك عامل عملية صح انت، يعني ممكن تعملي الاثنين تحويل مسار او الاثنين قص معدة، والاثنين هدول تشوفيهم هذا نزل 20 كيلو وهذا نزل 6 كيلو. طبيعة الغذاء، السويت ايتر اللي هم بياكلوا حلويات هذول بينفعهم عادة تحويل المسار تحويل وليس المسار. تكميم المعدة، لأن تكميم المعدة فكرتها أن نصغر حجم المعدة، فبالتالي كميات ممكن الأكل ترجع الكبيرة، لا قصدي كميات الأكل الكبيرة اللي كانت تيجي صارت بطل أقل. لها مكان. أها. بس السويت ايتر بياكلوا حلويات هذول ما بيحتاجوا كمية معدة كبيرة، طب هلا هذول بياخذوا كالوري عالي أصلا عن طريق الحلويات، بالضبط سؤال. فأنت ما راح تستفيد من التكميم بحد ذاته. طب هلا بدي افهم الفكره بس هون انا بتحويل المسار، لما نعم هم بياكلوا سكر كتير ايش بيصير؟ ممتاز يعني مستمروا بيضلوا باكل السكر عادي؟ ممتاز. هلا هدول المرضى، لا انا قلنا هناك مرضى السكر، تمام. هلا السويت ايتر في مشكله كبيره اذا بينعمل لهم تحويل مسار وبضلهم ياكلوا سكر دائما. يعني ربنا خالق فسيولوجيكال انه في عندك حاجه اسمها المريء، بعدين المعده، بعدين الاثنى عشر، بعدين الامعاء الدقيقه. اذا الاكل نزل مباشره من المريء الى الامعاء الدقيقه مباشره، راح فجاه الجسم يشعر انه في كميه سكر كتير كبيره دخلت وين على الامعاء الدقيقه. هذا الحكي راح يخلي الجسم يطلع كمية كبيرة من الأنسولين عشان تحاول تحد من كمية السكر اللي وصلت. تمام. مجرد ما تطلع كمية الأنسولين هاي الكبيرة، الجسم بيرجع بيتذكر إنه لا، هذا أكل مش ارتفاع في معدل السكر دمه كأنه أنا مريض. الأنسولين هاد صار طالع بالدم، شو بيسوي؟ بيعمل أعراض نقص السكر في الجسم، فشو بيسوي؟ المريض بيدوخ، بصيبه تعرق، بصيبه ألم بالبطن، ممكن يفقد وعيه ويرتمي بالأرض. تمام. فعشان هيك سويت ايتر بدهم ينتبهوا، او اذا بيجرب مره واحده ياكل سكر وهو معمول له تحويل مسار، خلال في حاجه اسمها دومبينج سندروم، اول نص ساعه او بعد بساعتين ايرلي او ليت ممكن يصيبوا هاي اعراض لنقص السكر. ليش؟ انسولين بيطلع بكميه كبيره يعوض السكر اللي دخل على الامعاء الدقيقه، لانه ربنا خالقه مفروض يروح على المعده 12 بعدين امعاء دقيقه، هاي الفتره بيتم امتصاص السكر تدريجيا. تمام. لما يدخل من المريء للاثنى عشر او للامعاء الدقيقه مباشره بدون ما يعدي هاي الطريق، بصير كميه السكر عاليه بالدم، فالجسم بيعتبر انه لا بدي اطلع انسولين زياده، فبدخل المريض باعراض نقص السكر، وهي شيء مزعج، المريض ما بيرجع بعيدها، ما بيرجع يعني بياكل بيصير سكر، بالضبط انه بيتعلم درس كانه انه انا تمام. ممنوع اكل سكر لانه راح يصير فيه واحد اثنين ثلاثه. تمام. يعني ختاما بدنا نحكي دكتور، شو هي بعض السلبيات اللي ممكن تكون لهذا النوع من العمليات؟ فيها خطورة، فيها مثلا مضاعفات ممكن تزعج المريض على المدى البعيد؟ أول شيء مرضى العمليات الجراحية لتخفيف الوزن كلهم لازم يتابعوا مع الطبيب لفترة لا تقل عن سنتين. تمام. هلا العلم بيحكي وأجدد الدراسات بتحكي إنه المتابعة في عندك شورت تيرم اللي هي من يوم العملية لغاية سنتين، وفي الميديم اللي هي من سنتين لخمس سنوات، وفي ناس لونج بيجوا بعد خمس سنوات يتابعوهم. لازم تتابع أنت مع الدكتور بحيث إنه يهتم بشكلك، إذا صار عندك جلد زائد وريدندنت سكن إنه يحل لك القصة تاعته، إذا كان عندك نقص في الفيتامينات والأملاح والمعادن يعطيك سبلمنتيشن. في ناس بدخلوا بناحية نفسية زي ما أنت بتقولي، شكله بصير مريض، شكله بصير غريب، وهدول بيدخلوا بديبريشن، فإذا ما كان بيتبع دكتوره راح يصير عنده أعراض اكتئاب حاد، وممكن يعتزل الناس، وممكن يفكر في الانتحار. فعشان هيك متابعة الطبيب كتير مهمة. عشان نتجنب هاي المشاكل نشرب مي منيح. اوكي. لما بدك تعمل عملية، بدك تعمل عملية بمستشفى كويس وعند واحد اكسبرت خبير بهاي العمليات، متابعة الدكتور بشكل دائم على الأقل، على الأقل أول سنتين. يعني في ناس بتعمل عملية بعدين بتسافر وما بترجع تقابل الدكتور، بالضبط، وبتعتبر إنه خلص أنا بسمع لابن عمي أو جاري اللي عمل العملية وبنفذ تعليماته. الالتزام بالرياضة كتير مهم، هو مش سحر انت مجرد ما تعمل العملية خلص انا راح انزل وزن، لا، نزول الوزن مع الرياضة احسن من نزول الوزن بدون رياضة. صحيح. وفي حاجة مهمة كتير انبه لها، انه مشكلة مرضانا كلهم بالوطن العربي انه ما بيكونوا متهيئين نفسيا لاجراء العملية. هو بيجي بيقول لك انا بدي اعمل العملية عشان انزل وزن، بينزل وزنه اوكي وبيوصل للليمت اللي بده اياه، بس هو فعليا الجسم تغير بس العقل ما تغير.
العادات الخاطئة قصدك الكتير. فبيضل في نفس العادات الخاطئة. فمجرد ما انه كبسة المعدة ترجع تكبر برجع بسمن المريض. احنا ليش بنقول لك في نسبة فشل؟ هو مش دائما العيب في الدكتور، الدكتور عمل العملية غلط، صح الدكتور ما كانش كويس، للأسف صح. والفكرة والشخص انه هذا الشخص هو بالاصل بيحب ياكل مثلا منسف، اكلتنا المشهورة هون بالاردن بيحب ياكل منسف، فبدل ما ياكل 5 معالق هو بيضله يعمل وبالعراقي تريننج التشريب بقولوا لنا والتشريب، نعم، للشعب والكبسة بالخليج كلها اكيد بدل ما كالوريز ياكل عالية. كلها كالوري وعبارة عن رز، هو بيتعود اول فترة انه ياكل ملعقتين مثلا رز تكفي، بصير يحاول يجبر معدته تتعود على 3، بعدين 4، بعدين 5، فبنرجع لنقطة البداية. كل ما بصير معاه مجال يوسع هالمعدة بيوسعها لغاية ما بيخليها توصل لما قبل الوضع العملية. الطبيعي. الوضع الصحيح انه والله انا عملت العملية هاي عشان انزل الوزن، لازم اضبط دماغي وتفكيري وعاداتي وتقاليدي اللي تتناسب مع نزول وزني، صحيح. مش مجرد ما اتهل لي اشي اللي جابرني سواء الباند ولا الباي باس ولا السليف، انا بقدر صحيح، امارس يعني هو حياتي الطبيعيه بالنهاية بالضبط السابقه، هذا نمط غلط. حياة جديد مفروض نعم، يتخذه لازم المريض تتناسب مع بالضبط. العمليه. طبعا الباي باس ما فيها لها رجوع ابدا، يعني عمليه خلاص عيارها صارت ما راح ترجع. إجراء لنهاية العمر نعم، خلينا نحكي. إحنا بنتمنى السلامة للجميع، يا نتمنى رب كل يا اللي رب بيتابعونا اليوم يكونوا هيك فكروا بطريقة منطقية ان شاء بحياتهم الله ان شاء واتخذوا الله. الإجراء أكيد اللي بيناسبهم يا جميعا. رب يا بدنا رب. نشكرك جدا دكتور أحمد العزم، العفو، نورتنا لليوم وسعيدين جدا أنا سعيد بوجودك. جدا أهلا بتواجدي وسهلا معكم، فيك. أهلا وسهلا، أهلا في وسهلا. أمان الله.